السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. صنف كنوع من الذرة وخالي من غادي نشوفوا لانه يعني خالي من الجلوتين، ليس فيه جلوتين، هو محسوب مع النشويات مادة ولكن خالي من الجلوتين. هو ياتي سبحان الله كيجي ما بين القطاني وبين النشويات سبحان الله. هذا الدخن او البشنة هو كما قلت من الناحية التركيبية هو بالنسبة للحبوب هو اعلى من جميع الحبوب فيما يخص تركيز الكالسيوم والمغنيسيوم. لماذا؟ لان الكالسيوم لوحده لا يعمل لوحده، الكالسيوم لا يعمل لوحده، الكالسيوم يعمل مع الفوسفور والحديد والمغنيسيوم كذلك في العظام والاسنان، والكالسيوم يعمل لوحده فقط لما ينشط الانزيمات، ثم لا يعمل لوحده في الجهاز العصبي، يعني يعمل مع المغنيسيوم، يعني ملي يكون عدم توازن كالسيوم مغنيسيوم يكون مشكل على مستوى الجهاز العصبي. الناس اللي عندهم مثلا ديبريشن، هذو اللي عندهم يعني توتر عصبي، والاشخاص اللي عندهم مشاكل يعني على مستوى كيف ما كان الحال على مستوى يعني المزاج، فهو نقص يكون نقص في المغنيسيوم وليس في الكالسيوم. لماذا؟ لان ملي كينقص المغنيسيوم هذه الخلايا الكالسيوم كيدخل بكثره للخلايا ويحدث يعني أنشطة عصبية فوق اللازم، ثم الشخص يولي حتى اليدين والرجلين ديالو كيحسوا ببعض الانقباضات هكذا تلقائيا بدون أن يشعر لا شعوريا. وهذا والعكس كذلك ملي كيكون المغنيسيوم تاني أكثر من الكالسيوم كيكون هاد التيارات العصبية تقريبا شبه معطلة. فكمية الكالسيوم الموجودة في يعني في هذا الدخن المغنيسيوم والكالسيوم هي كمية تضاهي جميع المكونات التي خلق الله، لذلك جاء هذا استعمال في المغرب. معروف أن ما يكون كسور على مستوى العظام أن الناس كيبقاو يعطيو لهذا المريض هذا الحبوب. سبحان الله، يعني دون تحليل أو هي ليست صحيحة 100%، يصحح 10% فقط. لماذا؟ لأن هناك أشياء أخرى ربما هذا الشخص الذي أصيب بكسر في 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 رجلي أو في يدي، يعني كسر في العظام، لأن هناك أشياء ربما يستفيد منها أكثر، ولكن غادي يبقى مع هذا البشنة، غادي يبقى مع الدخن، ثم سيترك أشياء أخرى أهم اللي هي اللوز والجوز وحبوب الكتان والتمر والتين وأشياء أخرى تعطي للجسم يعني كالسيوم على شكل آخر وحديد أكثر من هذا من هذا الدخن. لكن هو علي سهل في التحضير، سهل حساء الإلام. نعم. هذا حساء الدخن أو من الأحسن، أنا من الأحسن يضيفوه الناس لدقيق القمح. نعم. يمزجوه مع دقيق القمح من اللي الشخص يطحن مثلا واحد العبرة اللي نسميها احنا في المغرب عبرة، هي 16 كيلو. نعم. هي دوبل ديكاليتر، هي هذه حيت كنا كنعبروا هذا الحجم الحبوب كنا كنعبروهم بالحجم ماشي بالوزن. نعم. المغرب كيعبر الحبوب بالحجم، ولي كنسميوه هذه الوحده عندنا في المغرب هي العبره. نعم. ملي يطحن الشخص هذه عبره ديال القمح يضيف لها 6 كيلو 5 كيلو 6 كيلو دخن. نعم. ويعجن الخبز فقط بلا ما يبقى راه مزيان لهذه ولا مزيان لهذه ولا يعالج هذه، ما يبقاش الناس يستعملوا هذه كلمة يعالج ولا جيد. لماذا؟ لان غادي يزيد في نسبة البروتين في الدخن هي أعلى من القمح وأعلى من جميع الحبوب، هي تقريبا تقترب من نسبة البروتينات الموجودة في القطاني. نعم. تقترب من الفول ومن العدس والحمص. لما نضيف هذا الدخن نغني القمح بالبروتينات ونغنيه بأشياء أخرى من الألياف الدائبة، بعض الألياف الغذائية الدائبة مهمة، ثم بعض المكونات التي توجد في الذرة، جميع أنواع الذرة توجد فيها الزونتين والزيزونتين، يعني بالفرنسية الكزونتين والزيكزونتين، هذه والليتين، هذه أشياء موجودة في الذرة. هذا الدخن أو إلان هذا الميلي هو الآن أصبح تغذية ضرورية للناس. نعم. تغذية ضرورية للمرضع. نعم. تغذية ضرورية للنساء لأن الفيتوستروجينات ومشكل الكالسيوم والمغنيسيوم، تغذية ضرورية لأصحاب القلب والشرايين لأن في أملاح معدنية، في أملاح معدنية وأملاح معدنية مثل الكروم الكروميوم، معدن الكروميوم جيد لأصحاب السكري، الفيتامين ب جيد لأصحاب السكري، حمض الفوليك جيد لأصحاب السكري، الألياف الغذائية المتخمرة ضرورية لأصحاب السكري. نعم.
هذه كلها موجودة في نعم نعم موجودة ضروري للأطفال لأنه يساعد على النمو الرضيع حتى الرضيع صلابة العظام صلابة العظام عند الأطفال هذا الدخن جيد لتغذية الأطفال وتغذية المسنين وخصوص النساء بعد سن اليأس يعني المسنين لماذا لأنه يحفظ هذا العظام من التسوس ويحفظ كذلك من ظهور هذا المشكل أعراض هشاشة العظام يعني الناس اللي عاملين مثلا حيمياء علينا انا لا اؤمن بالحيمياء كلمه حيمياء اصبح متجاوزا الان مصطلح حيمياء الناس اللي عندهم وزن زائد كثير من النساء ان النساء اللي عندهم الاوبيزيتي اللي عندهم وزن زائد اللي عندهم سمنه او تخمه او وزن زائد طبعا ملي كيتقل الجسم كيضر المراه كيضرها الكبيره تقل أكيد فالنساء اللي كيتشكاو من ألم الركبة هذه ألم المفاصل ألم مستوى الركبة اللي الأطباء كيسموها الكبسولة اللي كتكون الكبسولة كيتجمع فيها ماء وكتنفخ كتلتهب خاص أولا هذا المرة تنقص من الوزن بعد أولا نعم طبيعي باش ما توقعش إيريتيشن هذه تنقص من الوزن أولا ثم تشوف الأشياء الأخرى ما هي تنقص من الوزن وباش تنقص من الوزن خاصة ترجع نباتية وخاصة تكثر من الفواكه فقط تحيد السكر واللحوم جميع اللحوم وتحيد السكر وجميع اللحوم وتحيد الزيوت الصناعية وترجع نباتية وتكثر الفواكه الفواكه الطرية والجافة بجوج والحركة ثم ملي تنقص الوزن غادي المشكل ديالها يكون تسوى الركبه مشكل الركبه خاص الطبيب اولا يبداها بالوزن العلاج ديالها خاصها تنقص الوزن وترجع عند الطبيب واحد شهر شهرين تبقى تحت المراقبه ملي غتكون كملت واحد الشهر بعشر الوزن ديالها نقص 20 كيلو 25 كيلو صافي ما غتبقاش تحس بالالم في الركبه صافي تعالجت ما عندها كمشكل فهاد الناس اللي عندهم اللي كيتبعوا حميات عوض ما ياكلوا الخبز القمح مثلا يسحبوا القمح وياكلوا الدخن هذا الا الدخن مع الشعير وحتى القطاني القطاني ما كتزيدش في الوزن مع الاسف الناس مخايفين من اي القطاني لا تزيد في الوزن دابا حتى انه تيقول لك بان الخبز كيزيد في الوزن لا الجلوتين ماشي قضيه الجلوتين كي يعمل واحد خلل داخل فيزيولوجي داخل الجسم نعم ولكن الوزن ما يزيدش في الوزن والخبز لا يزيد في الوزن ولكن علين الخبز اش فيه النشا فيه ستارش وفيه الجلوتين ما صافي فيه لاميدون الجلوتين علين املاح معدنيه وبعض الالياف لان النخاله كنحيدوها ملي كنحيدو النخاله كنزولوا الاملاح المعدنيه والفيتامينات والالياف اش كيبقى لنا النشا كيبقى ستارش هذا النشا مع الجلوتين بروتين الجلوتين اللي كيبقى مع بعض الاشياء اثار الاملاح الاخرى اللي كاينه في هذا ولذلك هذا الالان الفلاح حتى الانتاج عندنا في الالان البلدي الاخ كيتكلم على الالان علاش لماذا نستورد الالان حنا لماذا نستورد كيفاش نعرفوا دكتور لا عند البائع غادي يوريك الرومي والبلدي ما كاينش فرق كبير ما عنديش مشكل غير ما يكونش مغير وراثي ليس هناك مشكل واخا يكون كلمه رومي غير تعني تقنيات حديثه الانتاج ديالو ولا جا من برا ايوا البلدي ديالنا دكتور احسن نعم اكيد احسن اكيد احسن يعني هما علاش مثلا غنمشيو حنا نقلبوا على هذا الرومي تدخل شي حاجه من برا كيسموها روميه واخا تكون بلديه في كندا كيسموها ما عندهم روميه يعني علاش انا دخلت مرة روميه صافي علاش لان كنعني بالبلدي حنا الانتاج المحلي الطبيعي هذا كنعني به كلمه البلدي وخاصها تبقى هذه الثقافه عند المغاربه خاصها تبقى عندهم ما يضيعوش هذه القضيه ديال البلدي والرومي وما يقولوش بحال البلدي بحال الرومي لا يعني لان هنا فين كاين هنا فين كاين المشكل اذا مشينا حتى بدينا نصدقوا بان بحال البلدي بحال الرومي غادي نخربوا المنتوجات ديالنا وهذه طريقه ربما يدخل لنا منها المشاكل التركيبه الكيماويه هي تجعله يعني مش لا يضر اصحاب السكري بالعكس هو جيد لاصحاب السكري نعم وجيد لاصحاب السكري علاش لان التركيبه المعدنيه اللي فيه النصائح لا اللي تعطى رسميا حول البيض ان الناس ما يكثروش ما يتعداوش بيضه في النهار ولا جوج ولا ثلاثه في الاسبوع هذه ما كتقالش عندنا احنا على 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 في التغذيه هذه نصيحه ما تتقالش في التغذيه نعم. ان الناس اللي بغى البيض البلدي اللي بغى ياكل 10 ياكل 10 ما عندهاش مشكل نعم. هذه ولكن نعم هنا كاين مشكل لان كاين الناس كيبقاو يخافوا كيمشي للبيض البلدي تقول لك لا انا طبيب ولكن الناس يفهموا شويه التدقيق في المسائل ان البيض البلدي طبيعي خلقه الله سبحانه وتعالى ماشي هو البيض الرومي ممكن ان يتغذى به الشخص بدون تحفظ بدون ان يسال عن الكميه لا. الاشياء التي دخلت لها يد الانسان التي انتجتها يد الانسان والتي دخلت فيها بتقنيات وبهرمونات وبمبيدات وباشياء هذا وبالسرعه بالمسائل هذه حتى تغيير المناخ للحيوانات يعني باش يكون هذه اشياء دخلت يد الانسان لا. هذه نعم فيها تحفظ وتحفظ كبير لا.
هنا يسألوا الناس على الكمية ويسألوا بعدها واش يستهلكوها ولا ما يستهلكوهاش. نعم، فهذا هو الفرق ما بين هذه الأشياء هذه. ولكن مع الأسف لو كان هذه الحبوب الآن من الحبوب النشوية، قمح، شعير، ذرة، رز، شوفان، وكيل قطاني، حمص، فول، عدس، فاصوليا يعني وجلبان، بيناتهم هذا الدخن، هذه نوع من الذرة والدخن المشنة، هذه نوع من الذرة، هذه الناس كيهملوها ولكن ما كيعرفوها حتى تكون عندهم مشاكل، يعني يكون عندهم كسور في العظام. هي خاصة تكون في المنازل، وخاصة الناس ما يشريوهاش بالكيلو، نعم، يشريوها مثلا بالعشرة كيلو كما يشترون الحبوب، نعم، وتخلط كذلك مع الحبوب وتكون في النظام الغذائي المعتلي أننا نحتاجها. نعم، الأطفال الآن محتاجين لهذا الإلان في التغذية، المرأة محتاجة الإلان في التغذية، المرأة الحامل وكذلك المرأة المرضع، لأن نعم، الكالسيوم، نعم، المرأة المرضع وكذلك المرأة بعد سن اليأس والمسنين، نعم، أمراض القلب والشرايين، أمراض المناعية، الناس اللي عندهم هشاشات العظام، الأشخاص اللي عندهم توتر عصبي، هذه كلها أمراض حاصلة الآن في المجتمع، نعم، وهي التي تحتاج هذه الحبوب اللي خاصة تكون في الأكل الاعتيادي داخل الأكل اليومي في للناس التغذية.